إلى حد الآن. باهي، نمشيو في موضوع آخر. ولهنا زاد عندي تصريح آخر قبل ما نمشي لموضوع ملف التدقيق في الوظائف العمومية، نحب نعرف رأيك فيه، وبالنسبة لكل ما هو وظائف عمومية وانتدابات صارت بعد الثورة، خاصة أنك البريود اللي شي يحكي على 100,000 و200,000 و3,000، شو قولك شو قال محمد عبو هو كان ضيفي لهنا في بلاستيك ما قبل وزير الداخلية، باش نسكروا مع الموضوع هذية، قال لا وجود لمعتقلين سياسيين في تونس. لا وجود لوزارة الداخلية في تونس، نجم نقول هكا وتسمعني؟ وزارة الداخلية نشوف فيها بعينيا ونعرف. ومعتقلين سياسيين تشوف فيهم بعينيك. وهي ذات معنوية موجودة. جوهر بن مبارك معتقل سياسي ولا مش معتقل سياسي؟ عبد الحميد جلاسي معتقل سياسي ولا مش معتقل سياسي؟ عصام الشابي معتقل سياسي ولا مش معتقل سياسي؟ غازي الشواشي معتقل سياسي ولا لا؟ رضا بالحاج معتقل سياسي ولا لا؟ راشد الغنوشي معتقل سياسي ولا لا؟ رياض بالطيب معتقل سياسي ولا لا؟ شكون نزيد داخل؟ اي انت كي تقول عبير موسي معتقله سياسي اليوم، عبير موسي هي معتقله سياسيه، شي طبيعي لانه اعتقالها تم خلفيه سياسيه، لانه في الظروف العاديه واللي ما ثماش خلفيه سياسيه الاعتقال لا يضبط، ومن يذهب الى مكتب الضبط واللي يمشي باش يصب ملف في مكتب الضبط ما نتهموش بالمحاوله. انا ما نحبش ندخلوا برشا في التفاصيل، لكن عبير موسي اثارت هرج امام قصر الرئاسه. هي. راهوش مشيت هبطت من كرهبتها عطات الدوسي المكتب بالضبط. شوف اثارت هرج، اثارت هرج ولا لا؟ تكلموا النيابه العموميه ويعطيوها استدعاء وتمشي تحضر كاي مواطن، وحتى شخص ما على راسه ريشه، لا محامي لا زعيم حزب سياسي. اما مش تهز ماني ميليتاري يهزوها للمركز ومن بعد تمشي لحاكم تحقيق وصدر فيها بطاقه، صدر فيها بطاقه استدعاء. هذه ما تمشي في الظروف العاديه وما تمشي بدون خلفيه سياسيه. يعني انت بالنسبه ليك هي كذلك معتقله سياسيه وتم هذا الكل بخلفيه سياسيه. به هات نمشيو لنقطه اخرى، وهو ملف الانتدابات اللي صارت بعد الثوره. سي سمير ديلو